العديد والعديد من النجوم والأساطير الذين كتبوا تاريخ الكرة المصرية داخل الملعب بمهاراتهم وإمكانياتهم وسرعاتهم، ودائما ما يكون هناك آياد خفية وراء اكتشاف عدد كبير من هذه الأساطير. فتحي نصير نجم الأهلي السابق، الرجل الذي حرمته الإصابة اللعينة من أن يكون أسطورة كلاعب، فقرر أن يكون أسطورة في اكتشاف المواهب. بدأ نصير مسيرته في صفوف أشبال النادي الأهلي ثم إلى فرق الناشئين، لكن لم ترحم الإصابة ابن 19 عام آنذاك، فتعرض لقطع في غضروف الركبة عام 1967، وهي إصابة خطيرة للغاية وقتها، فعلاجها يحتاج إلى عام أو أكثر، وربما تتجدد في فترة قصيرة لتأخر الطب حينها. هنا كانت النقطة الفاصلة في حياة نصير، وبعد استشارة عدة أطباء لم يجد عبد صالح الوحش المدير الفني للفريق الأول للشياطين الحمر نفسه إلا وهو ينصح نصير بالاعتزال والاتجاه إلى مجال التدريب، وهو في مستهل حياته كلاعب يشق طريقه على المستطيل الأخضر. نجاحات كبيرة لم يكن يعلمها فتحي نصير ولم يتوقع حدوثها بعد قرار اعتزاله، حيث بدأ مسيرته في مجال التدريب مدربا لناشئي الأهلي تحت قيادة مصطفى حسين أبو الأشبال وهو في عمر 21، أصبح مدربا لفريق الشباب ليكون أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية. تمتع فتحي نصير بعين صائبة جعلته ينتقي العديد من المواهب الفذة في تاريخ الكرة المصرية، أمثال الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وفاروق جعفر ومحمود الخواجة وثابت البطل وعبد العزيز عبد الشافي وإكرام الوحش وغيرهم. كان صاحب أكبر فوز في مباريات قمة الشباب بين الأهلي والزمالك، حيث قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بنتيجة 7-1 في لقاء تعرف به الجمهور على الأسطورة الخطيب. وأيضاً هو المدرب المصري الوحيد الذي تولى القيادة الفنية للأهلي ومنتخب مصر في وقت واحد، بالإضافة إلى عمله كمستشار فني للاتحاد المصري لكرة القدم قبل سنوات، وكخبير فني بالاتحاد العماني لكرة القدم قبل أن يوجه له الأخير الشكر في مايو 2018. فتحي نصير، مرحبا بك على شاشة قناة الأهلي.